من كل ألعاب إصدار البلاي ستيشن 5، سواء الحصرية لأجهزة بلاي ستيشن أو ألعاب الطرف الثالث، ما في لعبة أعطتني شعور إنها فعلاً لعبة جيل جديد من النواحي التقنية، من المظهر والرسومات مثل ريميك ديمون سولز. لكن في النهاية اللعبة تبقى ريميك لديمون سولز الأصلية، واللي صدرت قبل 11 عام في 2009 على البي اس 3 من فروم سوفتوير. الشيء اللي ممكن يخلي البعض يتساءل، هل تستحق اني اشتري اللعبة او اشتري البلاي ستيشن 5 عشانها؟ وفي هذا الفيديو وبعد نهاية الرحلة وقتال الكثير من الشياطين وجمع الالاف من الارواح من مختلف اركان مملكة بوليتاريا، راح احاول اني اجاوب على هذا التساؤل، ومن الاخر راح اعطيكم رأيي في الريميك واللي تم تقديمه من استوديو بلو بوينت. طبعا القصة وتاريخ مملكة بوليتاريا مطابقة لقصة اللعبة الأصلية، فمملكة بوليتاريا واللي كانت مزدهرة لفترة طويلة وبسبب رغبة الحكام في القوة المطلقة تم إيقاظ الشيطان المعروف باسم The Old One. شهية الشيطان الكبيرة نحو أرواح البشر غلفت المملكة بحاجز من الضباب واللي ظهر فيها شياطين مرعبة هدفها جمع الأرواح لسيدهم. ومع انتشار هذا الضباب وتحول الكثير من البشر لوحوش متعطشة للأرواح، قلة قليلة قدروا يعيدوا الشيطان لحالة سبات، لكن بعد ما حصل الضرر وتدمر جزء كبير من العالم. وبعد فترة من الهدوء مع عودة الشيطان الكبير لسباته، جشع أحد الملوك ورغبته في قوة الأرواح خلته يقوم باتفاق مع هذا الشيطان، الشيء اللي أدى لعودة الضباب والوحوش المتعطشة للأرواح لمملكة بوليتاريا. وفي نفس الوقت خلى الكثير من المقاتلين يبحثوا عن المجد من خلال القضاء على الشياطين واستخدام أرواحهم للحصول على القوة. وهنا يجي دورك اللاعب الغلبان واللي بيكون بطل القصة، والمطلوب منه إعادة The Old One لسباته العميق لتحرير العالم من ضباب الشياطين. بالإضافة لقصة العالم الرئيسية، في الكثير من القصص اللي راح تكتشفها من خلال لقاء شخصيات مختلفة في مملكة بوليتاريا وإيجاد أغراض ثمينة وراها تاريخ طويل. وحتى الزعماء كل واحد منهم له قصة وحكاية، واللي راح أتفادى أني أتعمق فيها للي حاب يعيشها ويكتشفها بنفسه. أما العنصر الآخر المهم جدا في سرد قصص ألعاب السولز هو العالم والبيئة وتصميمها، واللي في الريميك تم تقديمها بشكل مبهر ومذهل. فالعمل اللي قاموا فيه استوديو بلو بوينت في إعادة تقديم عالم مملكة بوليتاريا بالشكل اللي يلائم الجيل الجديد كان على أعلى مستوى، ويخليك تمشي على أقل من مهلك وانت تركز في تفاصيل العالم. وحتى الانيميشن الخاص بالضرب واستخدام الأسلحة تم تحديثه وتنويعه بحسب السلاح المستخدم. هذا الاهتمام في التفاصيل ما انحصر فقط في موضوع الرسومات والجرافيكس، بل امتد حتى للمؤثرات الصوتية مع تنوع جدا كبير في أصوات الضرب واستخدام الأسلحة والسحر وتدمير وتكسير الأشياء الموجودة، لأصوات الوحوش اللي في طريقك وحولك واللي تزيد من عنصر التوتر. خصوصا انه طول ما انت في المراحل المفتوحة اللعبة تكتفي بابراز هذه المؤثرات الصوتية بسبب غياب الموسيقى، واللي ما تبدأ بالعزف غير مع قتالات الزعماء، الشيء اللي يعطيها هيبة وفخامة. ومن الجميل جدا انه استوديو بلو بوينت قرروا انهم يضيفوا طور التصوير، لانه بيزيد من مدة التوقف لتصوير الدمار المذهل والجميل اللي سببوه الشياطين في مملكة بوليتاريا. أما في الكلام عن طريقة اللعب، فالريميك احترم اللعبة الأصلية بشكل كلي، مع الحفاظ على الصعوبة المعروفة لألعاب السولز وقوانين العالم المعقدة وحتى الذكاء الاصطناعي الخاص بالأعداء تم استخدامه بشكل مطابق للعبة الأصلية. وإن كان في تغييرات بسيطة جدا تحسن من التجربة أكثر من أنها تغير من اللعب، مثل القدرة على إرسال الأدوات الزايدة عن حاجتك من أي مكان للنكسوس. فمثلا بالرغم من انه استوديو بلو بوينت عدلوا من الانيميشن الخاص باستخدام الاسلحة ونوعوا فيها، الا انهم تأكدوا انها تتم في نفس الوقت بالضبط اللي كانت تحتاجه في اللعبة الاصلية عشان طريقة اللعب لا تتأثر باي شكل كان. فمن هذه الناحية اذا كنت من اللي لعبوا اللعبة الاصلية فراح تلاقي نفسك في وضع مألوف، لانه تحركات الاعداء، مواقعهم، تحركات الزعماء هي نفسها ما تغيرت، التغير الوحيد عليهم هو شكلهم ومظهرهم.
وللعلم ديمون سولز فيها عناصر في طريقة اللعب غير موجودة في بقية ألعاب السولز، مثل استخدام الأعشاب كعلاج وتقدر تشيل الكمية اللي تقدر عليها بشرط ما تتجاوز وزن الأدوات المحدود، أو مبدأ أنه العوالم تكون مظلمة أو منيرة بحسب تصرفاتك وحسب كم مرة خسرت فيها هيئتك البشرية في هذه العوالم، الشيء اللي راح يفرق من ناحية قوة الأعداء وأنواعهم. فكل هذه العناصر تم الحفاظ عليها أيضا في الريميك الخاص بديمون سولز. ألعاب السولز عموما صعوبتها ما هي فقط في قوة الأعداء أو موضوع خسارة الأرواح اللي جمعتها لما تموت مع فرصة واحدة لاسترجاعها، بل جزء كبير من الصعوبة والتحدي اللي فيها يمتد لتصميم المراحل والخرائط، واللي مع غياب أي تصور لها لازم تحفظها في مخك شبر شبر وتعيدها أكثر من مرة إلين ما تكتشف الطرق المختصرة والأماكن المهمة. لكن مع الطريقة الرائعة اللي تم تقديم عالم مملكة بوليتاريا فيها، إعادة استكشاف هذه الخرائط أصبح متعة بصرية أكثر من أنه مهمة مغصوب عليها، خصوصاً أنه في اللعبة الأصلية ومع حدود قدرة PS3 الكثير من الخرائط كانت مظلمة بشكل غير عادل أكثر من أنه صعب. هذه المتعة البصرية لما نضيف عليها السرعة الكبيرة جداً في التحميل والتنقل من المراحل، أو إعادة التحميل بعد ما تموت، أو حتى بدء وتشغيل اللعبة، يخلي التجربة تختلف بشكل جداً كبير. ايضا التحكم والشعور في اللعب مع الدول سنس اصبح مختلف، من محاكاة اليد في الاهتزازات للضرب والصد واستخدام الاسلحة والسحر. البعض ممكن يشوف انه طريقة اللعب قديمة بما انها اساسا تم تصميمها اللعبة صدرت في 2009، لكن بالنسبة لي وكأحد محبين العاب السولز وفروم سوفتوير جدا اعجبني موضوع الحفاظ على طريقة اللعب واحترام اللعبة الاصلية بشكل كلي، والاكتفاء بانه التغيير يكون على المظهر والرسومات والجرافيكس. فحتى عنصر الأونلاين من استدعاء أو غزو لاعبين آخرين ما زال موجود وبنفس الطريقة، لأنه في النهاية أساس جمال ألعاب السولز هو الصعوبة والتحدي وإجبار اللاعب أنه يعيد المحاولة إلى ينجح. وإذا تم تغيير أي شيء في هذه الوصفة، خصوصا إذا هذا التغيير كان من استوديو آخر غير فروم سوفتوير، فراح تختلف التجربة بشكل كلي، وممكن التغيير يتسبب في مشاكل أكثر من فوائد. من الآخر، رحلة استكشاف مملكة بوليتاريا وقتال الزعماء واستهلاك أرواح الشياطين للتحول لساحر أكثر قوة كانت قمة في المتعة بالنسبة لي، لأن المزيج اللي قدمته اللعبة مع عناصر بصرية وصوتية رائعة حسستني فعلا أني شغلت لعبة جيل جديد. والحفاظ على طريقة اللعبة الأصلية الصعبة لكن المرضية خلت 30 ساعة تقريبا اللي احتجتها لإنهائها تجربة جدا جميلة، وكانت أسباب أكثر من كافية أني أستمتع فيها وتحلل شراء البلاي ستيشن 5 على وقت الإصدار. ومن الآخر، إذا أنت من محبين ألعاب السولز وفروم سوفتوير وناوي على البلاي ستيشن 5 أو عندك حاليا، فما يحتاج تفكر في الموضوع أساسا سواء لعبت الأصلية أو لا. ونفس الكلام ينطبق على أي أحد بيفكر أنه يجرب ألعاب السولز، فريميك ديمون سولز بيكون بداية مناسبة بشرط تواجد البي اس 5 طبعا. أما إذا كنت ما تفضل هذا النوع من الألعاب، فكل الجمال البصري اللي راح يفوتك ممكن ما يكون سبب كافي لإقناعك إنك تجربها وإنك تشتري البلاي ستيشن 5 حالياً عشان ريميك ديمون سولز. أتمنى أكون قدرت أفيدكم بخصوص العناصر المهمة عن ريميك ديمون سولز، وتكونوا استمتعتوا في مشاهدة ملخص تجربتي للعبة. أما للي جربوا الريميك فيكم، اذكروا لنا في التعليقات رأيكم في هذه التجربة، وهل كانت على قد توقعاتكم ولا لا؟ أما للمزيد من المراجعات والأخبار وغيره من المحتوى الخاص بعالم الألعاب، فأحب أقول لك إنك يا صاحبي في المكان الصح، وعليك بالاشتراك وتفعيل الجرس، وإذا أعجبتك القناة والفيديو فأعطيها نظرة على آخر فيديوهات بلاير 1، وكالعادة شكراً على وقتكم وعلى المشاهدة.